المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. المسيح قام من بيننا أموات وواطئ موت بالموت ووهب الحياة في القبور. Christ is risen from the dead, by death he has trampled upon death and to يقوم الله ويتبدد جميع أعدائه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Os eklipi kapnos eklipetosan Ostikete kiros apo prosopu piros. Christos anesti lek nekron thanatos, thanatos pazisas, etis entis mimas izoim parisamenos. كذلك تهلك الخطأة من أمام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. Μέρα είναι ποιήσεν ο Κύριος, αγαλία σώμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Christ is risen from the dead, by death he has trampled upon death, and to those in the tomb he is bestowing life. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Μεσίχου قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. مسيحُ قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين Amen.
أن المسيح إلهنا قد أجازنا من الموت إلى الحياة ومن الأرض إلى السماء. نحن المنشدين ناشد النصر والظفر. المجد لقيامتك المقدسة يا رب، لنلقح وسنا حتى نعاين المسيح ساطعا كالبر بنور القيامة الذي لا يبنى منه، ونسمعه قائلا علانية افرح ونحن منشدون ناشد النصر والظفر. المجد للأب والابن والروح القدوس، لتفرح السماوات ولتتهلل للأرض بواجب اللياقة، وليعين العالم كله الذي يرى والذي لا يرى، لأن المسيح قد قام سرورا مؤبدا الآن وكل وان وإلى دار الدائرين آمين. لتفرح السماوات ولتتهلل للأرض بواجب اللياقة، وليعين العالم كله الذي يرى والذي لا يرى، لأن المسيح قد قام سرورا مؤبدا. اليوم يوم القيامة، فلنتلالى أيها الشعوب، لأن في إصحاب وفيس قرى، وذلك لأن المسيح الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا الحياة الأبدية والرحمة العظمى. لكنه ينبوع عدم الفساد بفيضان المسيح من القبر الذي به نتشدد. غرستي عليا أناستاسيس كيريه، إن البرايا
الأخرى فلنعيد إذن الخليقة لقيامة المسيح التي بها تشدد دورس أبطريك إيوك أيو بنفمتي أيها المسيح المخلص إننا أمس قد فينا معك واليوم نقوم معك بقيامتك أمس قد صلبنا معك فأنت مجدنا معك في ملكوتك كمنك عليك إستوس يونس قنعنا أمين أيها المسيح المخلص إننا أمس قد فينا معك واليوم نقوم معك بقيامتك أمس قد صلبنا معك فأنت مجدنا معك في ملكوتك هلوموا بنا نشرب مشروبا جديدا ليس Oh, yeah.
والنقي عوض الطيب الزكي
فلنعاين المسيح الذي هو شمس العدل مطلعا الحياة للكل. المجد لقيامتك المقدسة يا رب. أيها المسيح إن المكبلين في سلاسل الجحيم لما لاحظوا إفراط تحننك الذي لا يوصى تسارعوا نحو النور بأقدام متهللة عاقدين فسحا أبديا. المجد للأب والابن والروح القدوس إذا تقدمنا حاملين المصابيح للمسيح البارز من الرمز كأننا حاملوها إلى ختم. ولنعيدن مع المراتب المحبين التعيين لفصح إلهنا الخلاص. الآن وكل وان وإلى دار الداهرين آمين. لنتقدمن حاملين المصابيح للمسيح البارز من الرمز كأننا حاملوها إلى ختم. ولنعيدن مع المراتب المحبين التعيين لفصح إلهنا الخلاص. لنبتكر الابي والابن والروح القدوس يا
صلي صياما هو القربان الحي غير الذبيح بما انه اله لقد قربت ذاتك للاب باختيارك ولما قمت من الطاب اقمت معك ادم وذريته كلها الان وكل اوان والى دهر الدهرين امين يا مخلصي يا من هو القربان الحي غير الذبيح بما انه اله لقد قربت ذاتك للاب باختيارك ولما قمت من القاب اقمت معك ادم وذريته كلها ايها المسيح لقد نزلت الى ولئن كنت نزلت إلى قبر يا من لا يموت إلا أنك درست قوة الجحيم وقمت غالبا أيها المسيح الإله وللنسوة حاملات الطيب قلت افرحنا ولرسلك وهبت السلام يا مانح الواقعين القيام إن الشمس الكائن قبل الشمس لما غاب وقتا ما في الرمس سبقت نحو الصبح بنات حاملات طيوبا يبتغينه كابتغاء النهار هاتفات بعضهن لبعض هلما بنا يا حبايب لندمخن بالعطور جسما حاملا الحياة ودفينا جسدا مقيما لآدم الساقط الطريح في الضريح هيا بنا مجدات ولنبادرن كالمجوس متسارعات ولنخرن ساجدات ولنقدمن طيوبا كمثل هداياهم لمن هو ليس ملفوفا بأقماط بل مدروج في سبان ونندب نائحات ونهتف صارخات يا سيدنا استيقظ ناهضا يا مانح الواقعين القيام في أحد الفصح العظيم المقدس نعيد لقيامة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح المحيي إن المسيح وحده انحدر لمحاربة الجحيم متنازلا فصعد إذ أخذ غنائم الظفر الجزيلة سالبا فله المجد والعزة إلى أبد الدهور آمين إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده لصليبك أيها المسيح نسجد ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد
لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف، واسمك نسمي. هلما يا معشر المؤمنين نسجد لقيامة المسيح المقدسة، لأن هو ذا بالصليب قد أتى الفرح لكل العالم. نبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته، لأنه إذ احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أباد وحطم. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا الحياة الأبدية والرحمة العظمى. آمين. إن الذي أنقذ الفتية من الأتون لما صار إنسانا تألم كما Jesus.
risen from the dead by death, he has trampled upon death, and to those in the tombs he is bestowing life. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال ومنح الحياة الأبدية والرحمة العظمى. نشارك ملكوت المسيح عصير الكرمة الجديد الذي للفرح الإلهي مسبحي له بما أنه الإله إلى الأدهار. المجد للأب والابن والروح القدس يا صهيون ارفعي الحضك باستدارة وانظري لأنه أدى أولادك قد توردوا إليك كذرارية مضاءة من الله من المغارب والشمال والبحر والمشرق مباركين المسيح فيك مدى الأدهار الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الأب الضابط الكل والكلمة والروح الطبيعة الموحدة في ثلاثة أقانيم الإله الفارق اللاهوت والجوهر إننا بك نصطبر وإياك نبارك مدى الأدهار نسبح ونبارك ونسجد للرب إنا d'entre les morts.
qui sont dans les tombeaux et l'a donné la vie. La qatqama yasu min al-qabri kama sabaqa faqala wa manahana hayat al-abadiyat wa rahmat al-uzma. الإله وأم النور بالتسابح نكرم معظمين إن مريم المجدلية تقدمت مسرعة إلى القبر فنظرت المخلص فسألته كأنه البستان إن ملكا لامعا هتفا نحو النسوة اكففنا من الدموع لأن المسيح قد قام لما رقدت أقمت المائتين منذ الدهر وأيقظتهم زائرا ملوكيا مثل أسد من يهوذا إن المسيح قد قام وداس الموت وأنهض المائتين فيا شعوب ابتهجوا اليوم السيد حطم الجحيم وأنهض المقيدين الذين كان استولى عليهم بشدة منذ الدهر عظم يا نفس الذي تألم طوعا وقبل وقام من القبر في اليوم الثالث استدير استدير يا أورشليم الجديدة لأن مجد الرب أشرق عليك افرح الآن وتهلل يا صيون وأنت يا والدة الإله النقية بطرب بقيامة ولدك عظم يا نفس المسيح معطي الحياة انهض من القبر في اليوم الثالث استنير استنير يا أورشليم الجديدة لأن مجد الرب أشرق عليك افرح الآن وتهلل يا صيون وأنت يا والدة الإله النقية اطربي بقيامة ولدك المسيح فصح جديد وذبيحة حية حمل الله الرفيع خطيئة العالم يا ما أشرف يا ما أخاف يا ما ألذ نغمتك أيها المسيح لأنك قد وعدتنا وعدا صادقا بأنك تكون معنا إلى إنجاز الدار الذي نحن المؤمنين نعتصم به كمرساة لرجائنا فنبتهج متهللين اليوم الخليقة أجمع تبتهج وتفرح لأن المسيح قد قام والجحيم قد سمي يا ما أشرف يا ما أحب يا ما ألذ نغمتك أيها المسيح لأنك قد وعدتنا وعدا صادقا أنك تكون معنا إلى إنجاز الدار الذي نحن المؤمنين نعتصم به كمرساة لرجائنا ف
عزة اللاهوت مثلث الأقاليم غير المنقسم. أيها المسيح فسق الأجل الأمثل يا حكمة الله وكلمته وقوته، أنعم علينا بأن نساهمك بأوفر حقيقة في نهار ملكك الذي لا يغرق أبدا. الآن كل وال وإلى دهر الدائرين آمين. افرحي أيتها البتول افرحي، افرحي يا مباركة افرحي يا ممجدة، لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. أيها المسيح الفسح الأجل الأمثل يا حكمة الله وكلمته وقوته، أنعم علينا بأن نساهمك بأوفر حقيقة في نهار ملكك الذي لا يغرق أبدا. إن الملك تفوه نحو المنعم عليها، أيتها بالجسد لائما.
محضرته سبحوه نظير كثرة عظمته. أيها المسيح نسبح ألامك الخلاصية ونمجد قيامك. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثار. يا من احتمل صليبا وأبطال الموت وقام من بين الأموات، سلم حياتنا يا رب بما أنك وحدك كلي والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطرب. أيها المسيح يا من ساب الجحيم مبيدا و سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. أيها المسيح إننا نسبح ممجدين تنازلك اللائق بالله. يا من ولد من البتول ولم ينفصل عن حضن الآب وتألم كإنسان واحتمل الصلب طوعا وانبعث من الرمس واردا كما من خدر لكي يخلص العالم. يا رب المجد من ليقم الله ويتبدد جميع أعدائه
ويهرب مبغض من أمام وجهه. إن فصحان المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم فصحا شريفا، فصحا جديدا مقدسا، فصحا سريا، فصحا جليل الوقار، فصحا بريئا من العين، فصحا عظيما، فصحا للمؤمنين، فصحا فاتحا لنا جميع المؤمنين. Os eclipi capnos, eclipe to san, os dikete kiros, apo prosopu piros, depte apo خطأ من أمام وجه الله، والصديقون يفرحون ويتأللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. إن النسوة تطلبن الحي مع الموتى، لماذا تندبن في البلاد المنزهة عن البلاد؟ اذهبن وبشرنا تلاميذا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، لنفرح ونتهلل به. إن فصحنا الذي هو فصح الرب قد أطلع لنا فصحا مطربا، فصحا جليلا الاعتبار، فصحا نصافح فيه بعضنا بعضا
إن المسيح قد بزغ اليوم من القبر كالبازغ من الخيل وأوعب النسوة فرحا بقوله بشرنا الرسل بذلك Thank you.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت وواب الحياة للذين في
عذراء نقيات افرحي وأيضا أقول افرحي لأن قد قام من القبر في اليوم الثالث.